أعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. نلتقي اليوم معكم بندوة لطلاب الصف التاسع، سنحاول فيها حل بعض تمارين كتاب الهندسة لنضيء على بعض المسائل الهامة وذات الأفكار الكثيرة. ونرحب أولا بضيوف الندوة. الأنسة رحاب غرة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، أنسة ضلال موسى، أهلا وسهلا أهلا فيك. وسهلا فيك. أعزائي الطلاب، نتمنى منكم المشاركة على أرقام الهاتف التي سوف تظهر في أسفل الشاشة حول أي سؤال يتعلق بهذه المادة. وسوف نحاول الآن توضيح بعض المسائل المتعلقة بالنسب الثلاث. أولا، فينا تذكرينا هي ما هي مبرهنة النسب الثلاث أنسة ريحان؟ مبرهنة النسب الثلاث إذا كان وجد عنا توازي يوجد لدينا قطع متقابلة متناسبة في المثلث، ويوجد أيضا لدينا العكس. إذا كان هنالك قطع متناسبة رح يكون في عنا توازي. كتير مسألة مهمة جدا جدا، طالبنا ينتبه كيف بده يبرهن على التناسبات ضمن المثلث ويشوف طرق. ممكن نعرض إذا بتحب مسألة شاملة تمام نوضح فيها مبرهنة النسب. نعم، فينا ناخذها. رح ناخذها إذا سمحت على الكمبيوتر. مبرهنة النسب رقم 20. مسألة رقم 20. أي صفحة؟ صفحة 48 على الكتاب القديم. على 48. 48. نعم. فينا ناخذها. أيوه، نقرأها. A B C مثلث فيه B بفتحة متوسط و M نقطة من B C تحقق MB تلت B C. ويوجد المستقيمين المتوازيين القطعتين المتوازيتين MN توازي AC و ME توازي AN. السؤال الأول، أثبت أن AN على AB يساوي 2 على 3. لإثبات هاي الطلب عم يقول لي لدينا مفرض المسألة BM على BC يساوي 3. نعم. ولدينا أيضا بالفرض MN يوازي AC. حسب مبرهنة النسب الثلاث نكتب النسب في المثلث ABC، تكون القطعة BN على AB تساوي BM على BC، BN على BA تساوي التلت، أي أن وهو المطلوب عندي AN على AB 2 على 3. هذا الطلب الأول. تمام، إذا هنا استخدمنا أنه حصلنا على AN عن النسب. نعم، بما أنه في توازي في نسب مثل ما قلنا طبقنا مبرهنة النسب الثلاث. تمام. الطلب الثاني. الطلب الثاني هلا أثبت أن AE على AB فتحة بيساوي 2 على 3 أيضا، واستنتج أن ME توازي B فتحة. نعم. هلا بنلاحظ طلابنا بالمثلث نفسه ABC، بالمثلث ABC أيضا في عندي مستقيمين أيضا متوازيين يلي هن ME و AB، تمام؟ توازيين، مستقيمين توازيين في هذا المثلث، فرح ناخذ معناتها النسب الآتية يلي هي CE على CA تساوي CM على CB. نحن أخذنا CM على CB فرضا هي 2 على 3، تمام؟ وبالتالي فإن الـ AE على CA هي 3. تمام. طيب، لدينا BB فتحة فرضا هو متوسط في المثلث، أي مثلث AB سي، وبالتالي فان اي سي بما انه هو متوسط فان الاي سي هو ضعفين الاي بي فتحه. وبالتالي رح نعوض بالنسبه السابقه اي اي على سي اي هي عباره عن 2 اي بي فتحه وتساوي 1 على 3، وبالتالي فان الاي اي على اي بي فتحه هو 2 على 3. رح نلاحظ طلاب من النتيجتين الاولى والثانيه من الطلب الاول والطلب الثاني انه لاحظوا انه اي ان على اي بي هي 2 على 3 والاي اي على اي بي فتحه هو ايضا 2 على 3. معناتها المستقيمين، من هنا المستقيمين؟ من المستقيمين A هلا صار في عندنا تناسب أو التناسب التساوي، صار في عندنا تساوي بالتناسب إنه AN على AB تساوي AE على AB فتحة حسب عكس مبرهنة ال، فإذا راح نستخدم عكس مبرهنة النسب الثلاث في المثلث ونستنتج إنه NE و BB فتحة متوازيين، وهذا طبعا هو اللي انطلب منا في هذه المسألة. ملاحظة فقط بس لنذكر فيها انه وقت ما حطينا بي ان على بي اي تساوي ثلث، فينا نرسم بس القطعه المستقيمه. خلينا انسى هنيك على الرسمي فقط مشان توضيح الفكره هاي، انه خلينا نرسم قطعه مستقيمه هي اي بي. هلا في عندنا اي بي اي بي بي وضعي عليها ان. ايوه، اذا آه فكره الانتقال انه بي ان على بي اي تساوي ثلث،
هلا نحن شوفوا في عندنا قطعة صغيرة وقطعة كبيرة، خلينا نعتبر قطعة أيوة. كاملة. هلا القطعة الصغيرة هي AN الكبيرة عفوا، القطعة الصغيرة هي BN، القطعة الكاملة هي AB. تمام تمام. هلا نحن عندنا الـ A الـ BN هي الصغيرة على القطعة الكاملة كلياتها تساوي هي 1 على 3. فهلا تمام. هلا هي 1 على 3، معناتها هي قديش بتكون؟ تمام 2 على 3 من أساس القطعة الكاملة كلياتها، معناتها الـ AN على AB هي 2 على 3. اذا هنا طالبنا قام بالمساله الاتي مشان ينتبه له، انه اذا ما دام الجزء الصغير هو ثلث فالجزء طبعا. الكبير هو ثلثي طبعا. الكل، وبالتالي الانتقال في بهذه الطريقه يعني انتقال صحيح وجيد. طبعا هذا اسهل طريقه لانه يعرفها اذا كان على الشكل، ففقط للبرهان بهذا الشكل. في عندنا اتصال من احمد من ريف دمشق. ابني احمد، مرحبا استاذ. اهلين يا هلا استاذ، سمحت بس عندي سؤال. تفضل، اهلا وسهلا فيك. هلا استاذ، التمارين الوحده الاولى بكتاب الهندسي موجود عندنا اكثر من سؤال على الانشاء الهندسي. نعم. مطلوب هو بالامتحان، ممكن يجينا انه نرسه؟ طيب ها اول سؤال، اعطيني سؤال ثاني. بس هذا هو. طيب شكرا استاذ. بدنا نحكيك عاد المسائل بشكل اتي. هلا الانشاء بشكل عام هو طريقه، وبالتالي ممكن تيجي هيك سؤال كطريقه في الانشاء، وخصوصا اذا احتجت باحد المسائل، بجوز تكون في مساله بحاجه انك تنشئ من عندك او انت بحاجه تنشئ، فهي المساله ممكن تجي ما دام هي موجوده بالكتاب، اذا ممكن تجي. تمام هيك. فمن طلابنا فقط للتاكيد على الفكره انه اي سؤال وارد بالكتاب هو سؤال ممكن امتحانيا، بغض النظر عن صفه صعوبته او صفه اهميته، لانه ممكن يجي بتمرينات بسيطه او ممكن يجي بتمرينات اكثر صعوبه. نعم. فينا ننتقل لمساله من المسائل اللي عندنا انسري حاب اعطينا مساله ممكن نحلها في هذه. في عندي تدرب بالبحث الثالث. تمام. يا ريت نشوفها مع بعض الصفحه. تدرب في عندي A B C مثلث قائم صفحة 59، يا ريت نحطها على الكمبيوتر حتى نشوف الرسمة بس. نعم. عندي A B C مثلث قائم في C ومرسوم في الدائرة فيه A B 12. مطالع على مطالع على العرض الكناس. عرض الكمبيوتر. أنت عملي العرض. اعملي العرض. أيوة. تمام. تمام. بينت. أرسلها لي. حلو. A B C مثلث قائم في C مرسوم في دائرة فيه A B 12 والزاوية B A C 30. نعم. مماس الدائرة في النقطة A يتقاطع مع المستقيم B D في النقطة D. السؤال الأول، احسب مساحة المثلث A C D. نعم. مساحة المثلث يساوي جداء طولي الضلعين القائمين على 2 اللي هن مساحة ACD هو AC ضرب BC على 2. AC لدينا 6، BC 6 جذر 3 على 2. الجواب رح يطلع معي 18 جذر 3. الطلب الثاني عم يقول لي المستقيم AD مماس، أي أن الزاوية BAD قائمة، نعلم أن المماس عمودي على نصف قطر الدائرة، ولدينا أيضا الزاوية ABD 60، فتكون الزاوية الثالثة حسب خواص المثلث BDA 30 درجة. أصبح لدينا الزاوية BCA 60 و ACG 30 أي BCG 90. إذن المستقيم مماس للدائرة، هون عكس، نعلم مماس عمودي عن قطر الدائرة، وإذا برهنا أنه قائم فهو يكون مماس. الطلب اللي بعده عم يقول لي لدينا المستقيمان CE و AD للدائرة، في عندي زاويتين متقابلتين متساويتين قياسهم 90 اللي هن اي اي جي تساوي اي سي جي وتساوي 90 درجه، لانهم مماسيات. نعم. طبعا فيكون مجموعهما 180 درجه. الطلب الثاني انسى ظلال اذا بدك لتكن جي مركز الدائره، مركز دائره اثبت ان الرباعي، لا اثبتناها. ايه اللي بعده هون رقم 2. هلا 2 هي مساله ثانيه، مساله تمرين رقم 2. تمام. نحب نضيفه استاذ؟ خلينا نكفيها. ايه طيب. في عندي رقم 2 A B E. هلا تمام. تفضلي. عندنا A B E و D B E ايضا مثلثان قائمان، ولدينا B E وتر مشترك لهما، لنثبت ان النقاط A D B E واقعه على دائره واحده C، بمعنى انه انا بدي اثبت انه الرباعي A B
دي اي خلينا نقول حسب ترتيبهم طبعا هو رباعي دائري. اي مركز هذه الدائره وارسمها. لاحظ وجود حالتين. وجود حالتين هنا رح ناخذهم طبعا من درس الافكار النظريه الموجوده عندي بالدرس. هنا اما واقعين بالنسبه للوتر المشترك. لاحظوا الوتر المشترك عندي اياه هون اي بي، اما واقعين بجهه واحده بالنسبه لاي بي او جهتين مختلفتين. لاحظوا الرسمتين هون، اما واقعين بجهتين مختلفتين او واقعين بجهه واحده بالنسبه للوتر المشترك. هن حتى هون اشاروا انه لاحظوا وجود حالتين، لانه الطالب يعالج الحالتين، انه في حال انه الرسم الاولى ممكن يكون في رسمي للثاني وفي احد الشكلين. فينا نكفيها هاي المساله عن سيد غيلان؟ رح نكفيها بالشكل التالي. اذا كان لاحظوا اذا كان عندي بجهتين مختلفتين، هون بنقول انه الرباعي دائري لانه الزاويتين A و D متكاملتين. هون ما بقول متساويتين، بقول متكاملتين، مجموعهم 180 درجه. هن صح متساويتين بس احنا الافضل نحكي انه هن متكاملتين. لا ليس بالضروره، بما انه هنا فقط لانه قائمتين فهن متساويتين، ولكن ما يهمنا انه متكاملتين بهي الحاله بهمني اكثر. اما بجهه واحده بهمني ان يكونوا متساويتين شو ما كان يكون قياسهم. فعندي انا الزاويه اتش قياسها 90 درجه، الزاويه دي ايضا قياسها 90 درجه، واقعتان بنفس الجهه بالنسبه للمستقيم، بالنسبه عفوا للقطع المستقيمه بي اي، فهما متساويتين قلنا. فهذا الرباعي شوف ترتيبه كيف، A D E B دائري، أو بنقول النقاط A B E D هي تقع على دائرة واحدة. إننا كمان يجب الانتباه أنه حسب ترتيب رسمتنا طبعا. كمان أنه نقول عنه رباعي دائري، فالشكل هنا رسمنا A و D بجهة واحدة بحيث أصبح لدينا A D E B هو الرباعي الدائري. كمان الانتباه هون يجب يكون الزاويتين متساويتين بهذه الحالة. هناك يجب أن يكونوا متكاملتين، لأنه متقابلتين تكون متكاملتين. بما أنه هنا في جهة واحدة بالنسبة للقطعة المستقيمة إي بي، فيجب أن تكون زاويتين متساويتين لنفس الجهة. في عندنا اتصال من كريستين. كريستين بنتي. هلا مرحبا. أهلين. هلا بنتي تفضل. أهلين يا بنتي. حبيبي هندسة صفحة 67. نعم. رقم 5 و7. 5+7. هلا هاي ان كنت موافقه او غير موافق؟ هيك انا كنت نسخه جديده. ايه طيب تكرم. صفحه 67 يمكن قصدهم على هات 75، يمكن قصدهم على هذا. دقيقه شوي يا كريستين مشان اتاكد منها. صفحه 67 بده يكون قبل هو ما؟ موافق غير موافق ولا لا؟ طبعا مسائل 5 و7. مسألة 5؟ 5 و7. ايه المسألة رقم 5 والمسألة رقم 7 بالصفحة 67. ولا بدك بالسؤال الثالث خامسا وسابعا؟ لا 67 المسألة 5 و7. مسألة 5 ومسألة 7. فينا نعرضها؟ فينا نعرضها؟ لا خلينا ناخذها هنا. ناخذها على الكتاب حطيها الرسمة موجودة. خذيها على الرسمة. ايوه على ال خلينا نحكي عنها. تمام. خلينا نحكي بس كنص. الخمسة A و B و C و D. نعم. نقاط من دائرة نعلم أن واضحة بس أشري عليها. نعلم أن الزاوية ABC 22 والزاوية BAD 58، الوتران AD و BC متقاطعان في J. احسب قياس كل من الزاوية BCD و CDA و CGD. هلأ الزاوية BCD و BAD نلاحظ أنهم محيطيتان تقابلان القوس بي دي، فهما متساويتان. اذا الزاويتان لهما نفس القياس 58 اللي هي بي سي دي وبي اي دي. ثاني وحده اللي هي سي دي اي. خلينا نعيد فقط الفكره. من عيد المحيطيتان تقابلان القوس فهما متساويتان وقياسان. فينا نكتب على ورقه انسي بس مشان يكون اذا طالب ورانا عم يكتب. نعم كريستين هلا بجوز تكون عم تكتب. نعم محيطيتان الزاوية سي والزاوية A محيط. خلينا نقول B A D A D تساوي B C D B C D وتساوي قديش؟ 58. محيطيتان ليش؟ لأنهما محيطيتان تقابلان القوس B D. محيطيتان تقابلان نفس القوس. مين هو القوس؟ B D. ننتقل عن قوس ذاته. هلا الطلب الثاني قياس الزاويه سي دي اي. نلاحظ ايضا سي دي اي و اي بي سي، اذا بتحبي تكتبيها سي دي اي و اي بي سي
خلينا ناخذها شوي على الصوره. ايوه على الشكل. رجع عيد لنا اياها بالقلم بالتاشيره. لا لا نزل ورقه. نزل 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 نزل. ايوه يلا عيد اياها. سي دي اي. سي دي اي و اي بي سي. اي بي سي ايضا محيطيتان تقابلان القوس اي سي. تمام. نعم. فقياسهم متساويتان قياسا 22 درجه. اذا خلينا نكتبها هي نرجع. الزاويتين هن سي دي اي دي اي اي بي سي تساوي اي بي سي 22 تساوي 22 درجه لانه محيطيتان تقابلان القوس اي سي تقابلان نفس القوس. القوس نفسه. القوس نفسه ايوه. نعم. هو اي سي. هلا ضلت اخر زاويه اللي هي سي جي دي. اذا بعد اذنك تورجيهم. خلينا ناخذ الرسمي. ايوه كمان جديد. نزل الرسمي شوي. سي جي دي. ايوه بالضبط. خلينا ناخذها كمان. نعم نلاحظ انه سي جي جي دي تساوي اي جي دي. اي جي دي بي عفوا اي جي بي متقابلتان بالرأس. نعم. ومجموع زوايا المثلث عندي 180 درجة. اذا رح نحط سي جي دي تساوي رح تكتبيهم. اكتبها. إذا حسبناها عن طريق مثلث سي جي دي أو حسبناها عن طريق مثلث اي جي دي 180 ناقص 22 زائد 58 رح يعطيني 100 درجة المثلث. احنا أي خلينا ناخذ أي واحد منهم. خلينا ناخذ سي جي دي. سي جي دي المثلث سي جي دي لدينا سي زائد جي زائد دي زوايا. خلينا نكتبها دغري. سي زائد جي زائد دي تساوي 180 درجة معروفة. إذا فجي تساوي جي هي نفسها اللي احنا بدنا نقرا فيها. طبعا سي جي دي 180 ناقص سي ناقص دي لانه احنا حددنا المثلث. فلذلك 58 زائد 22 درجه. فاذا هي عمليا صار 180 ناقص 80 فهي تساوي 100 درجه. تمام. في عندنا اتصال من هادي. ابني هادي تفضل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا يا هادي حبيبي. استاذ بس بدي اعرف 69 صفحة 69. نعم صفحة 69. الرقم 17 طلب الثالث. رقم 17 طلب الثالث. الثالث تمام. ايه. في عندك سؤال آخر يا هادي؟ محطوطة. نعم. في عندك شي سؤال ثاني؟ لا. طيب عم تدرس يا هادي؟ ايه. شو الصعوبة بالرياضيات دراسة الرياضيات؟ نعم. شو صعوبة دراسة الرياضيات؟ هات لنشوف. الدوائر. ايه في بهذا البحث. هي بحث الدوائر صعب. ايه طيب. طلعت على كيفيه او الطريق النموذج الجديد الاسئله للصف التاسع؟ لا والله. طيب هلا صار في عندنا بالصف التاسع من اصل خمس تمارين في عندنا اربع تمارين. اذا نحن سوف نختار من اصل خمس تمارين اربع تمارين للحل. فلذلك لا اعتقد ان هناك صعوبه. ف بتوقع منك انه تجيب علامه جيده. هلا بالانتقال بالعوده للسؤال رقم 17 بالصفحه 59 69 نعم. على القديم على الجديد 69. اي على الجديد. نعم بنحل المساله وبنعطيك الطلب الثالث تكرمه. ماشي تمام. فينا رح ناخذها. نعم بعد اذنك على اللابتوب. نعم. اي وبي وسي ودي اربع نقاط في دائره مركزها او. لدينا الوتران A B و C D متعامدان. نعم. في E عندي الزاوية B C D 69 درجة. طلب الأول احسب قياس الزاوية A D C. نعم. في المثلث القائم في عندي A B C يساوي 90 ناقص 69 رح تعطيني 21. والزاوية A D C و A B C محيطيتان تقابلان القوس A C فهما متساويتان. إذا اي دي سي 21 درجة. الطلب الثاني عم يقول لي حسبناه قياس اي دي سي. تمام خلينا ناخذ اني بحكي الطلب الثاني. ارسم المتوسط المتعلق بالضلع بي سي في المثلث اي بي سي. اذا هو بيحدد المثلث بنرسم فيه المتوسط. ولتكن اف نقطة تلاقي مع بي سي. ما طبيعة المثلث اي اف سي؟ اي اف سي. نعم. وتحقق من اجابتك استنتج قياس الزاويه سي اي اف. نعم هلا عم يقول لي في المثلث بي سي اي القائم في اي المتوسط المتعلق بالوتر يساوي نصف الوتر. معلومه اخذناها طبعا صف الثامن. اي ان اي اف نص بي سي ويساوي سي اف.
تمام. في المثلث اي اف سي متساوي الساقين في اف. تمام. هي طبيعة المثلث. اذا متساوي الساقين، اذا اي سي تساوي اي اف، ما هي؟ تمام. بس نحكي عنها هاي الفكرة، انه ما دام الزاوية الاي بالجهة الأولى هي 90 درجة، فجميع الزوايا اي هي 90 درجة، الأربع زوايا، وبالتالي أصبح لدينا المثلث سي اي بي مثلث قائم في اي، والمتوسط متعلق بالوتر هو يساوي نصف طول الوتر، فأصبح لدينا اي اف سي مثلث متساوي الساقين رأسه اف. نعم. فينا ناخذ الطلب الثاني أو الثالث، يقطع المستقيم. استنتج قياس الزاوية، لسه ما استنتجناها. الزاوية تبقى هذه. هلا هلا تحققنا من طبيعة استنتج قياس الزاوية سي اي اف. تمام. سي اي اف، نعم. تمام. هلا هي عبارة عن بالاعتماد على 80 ناقص، أو خلينا نقول 80 ناقص ضعفين 69. نعم. هي ضعفين يعني بهذا الشكل، خلينا نقول 180 ناقص ناقص 21 زائد نعم 21 69 تساوي 90 درجة. نعم. لا نحن ما هي عم نحكي. هلا لدينا نحن في المثلث بما انه متساوي الساقين. زاوية القاعدة تبقى. نعم لا هي عم نحكي. تمام. إذا في عندنا المسألة انه هناك في زاويتين قاعدة متساويتين، وعندنا اياها زاوية سي عندي اياها 69 درجة. تمام. فمعناتها القاعدة الثانية عندي اياها كمان 69 درجة، هن مطالبين سي اي اف. هلا في عنا انه الزاويتين القاعدة متساويتين اللي هن سي اي اف وسي واي سي اف، وفي عندي كمان تقابل بالرأس زاويتين متساويتين اللي هي الزاوية اي سي اي اف ودي اي اتش. هلا بعدنا ما حكينا عن الاتش مشان هيك عملنا، اذا استنتجنا انه الزاوية سي اي اف تساوي 69 درجة بسبب انه زاويتين القاعدة في مثلث متساوي الساقين. في عنا اتصال. الو. الو مرحبا. اهلين يا هلا بنتي، تفضلي. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا. هلا بس عندي سؤال صفحه 55. صفحه 55. السؤال الثالث. السؤال الثالث. تمام. هلا هن هون كاتبين لنا بي سي قطر في دائره. ايه. مركزها اي ا. نعم. نقطه من هذه الدائره تحقق بي ا اي يساوي 120 درجه. هلا نحن كيف بدنا نحسب هدول القياسات؟ طيب يعني. هلا بنشوفنا بنشوف المسألة أولا مشان نقدر نحدد لك إياها. هي هلا هي تدرب؟ هي تدرب. تدرب. هلا بالصفحة بصفحة 55 هلا بصفحة 57 عن بالي 57 التمرين رقم 2 ما هيك؟ 3 تبع بي سي قطر. تبع بي سي قطر في دائرة مركزها إيه؟ أيوة بي سي قطر. ألو. هي المسألة الثالثة. ايه هلا بالكتاب الجديد هي صفحة 57 مشان هيك القديم 55 على القديم، فلذلك كان في خلاف بيناتنا. طيب خلينا نكفي هاي، خلينا نكفي مسألتنا عم نحلها حاليا. نرجع لها. الطلب الثالث. الطلب الثالث يقطع المستقيم، هو الطلب منا يقطع المستقيم اي اف القطع المستقيمي اي دي في النقطة اتش، إذا مددنا نحن اي اف إلى قطع اي دي في اتش. نعم. ما قياس الزاوية دي اي اتش؟ هلا رح نلاقيها دي اي اتش مثل ما قلنا قبل شوي، هي تساوي سي اي اف متقابلتان بالرأس، رح تطلع قياسها 69 درجة. تمام، إذا هي هن متساويتان للتقابل بالرأس، إذا لماذا؟ جوابا لأنهما متقابلتان بالرأس. تمام. استنتج قياس الزاوية دي اتش اي. هلا هون دي اتش اي تساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين الباقيتين اللي هي الزاوية اي دي سي وبي اي اتش، يعني 180 ناقص 21 زائد 69 راح يعطيني 90 درجه. تمام. هلا استنتج دور المستقيم اي اتش عن صديلان، ما هو دور المستقيم اي اتش في المثلث اي دي اي؟ احنا بنقول هو ارتفاع في المثلث اي دي اي، لانه مرسوم اولا من الراس. الراس عفوا. لا ايوه هو عمود عبر عن المقابل، فاذا هو ارتفاع في المثلث اي دي اي. نعم، متعلق بالوتر، اذا هو الارتفاع المتعلق بالوتر في المثلث القائم. تمام. اي دي الاهم شيء من صفات الارتفاع انه لازم يرسم من الراس للضلع المقابل. ايوه عمود عليها. عمودي على الضلع. عمودي على الضلع المقابل. فينا ننتقل للمسألة. هي تدرب ولا شو؟ رقم صفحة 55 أو 55. تدرب 3. تدرب نعم. 3. تدرب رقم 3، خلينا نعرضه عندك. يلا هلا أنا بحطه هون. أيوه.
بقرا النص بس، نزل الورقه شوي، نزليها. نعم تمام. رقم 3 تمام. بي سي قطر، قطر بي سي قطر في دائره ال مركزها A، و اي نقطه من هذه الدائره تحقق ان بي اي اي تساوي 120 درجه، اي دي و اي سي مماسان للدائره. احسب قياسات الزوايا الاتي: سي اي اي سي او اي سي بي سي بي اي. نعم تمام. ايه تفضلي. شايفين طلاب هون، اول شيء عندنا الفرض الرئيسي هون عندنا انه بي اي اي هو 120 درجه، لاحظتوا هي 120 درجه، هي زاويه مركزيه ما ننسى. هلا بدنا سي اي اي سي اي اي سي اي اي، هلا فينا نقول انه سي اي اي هي زاويه مكمله للزاويه 120، لاحظوا هي زاويه مستقيمه هاي. اذا بي اي سي هي زاويه مستقيمه، وما دام بي اي اي واي اي سي متجاورتين والاولى 120 ف 180 ناقص 120 فهي تساوي 60 درجه. اذا راح نسجل عليها 60 درجة. نعم هي الزاويه 60 درجه. هلا في عندنا اي سي بي اي، لاحظوا بس سؤال مسبقا، اي سي بي هاي زاويه سؤال مسبقا قبل ما نبلش نقول فينا نحكي عن المثلث. نعم المثلث اي 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 سي، هذا المثلث لاحظوا انه هو متساوي الساقين، وجدت فيه زاويه 60 درجه، فهو ايضا متساوي اضلاع. تمام. معناتها صار عندي الزاويه، لماذا هو متساوي الساقين عن صديدان؟ عندنا الاي سي والاي اي هي اصناف اقطار، نعم، فطولها متساوي. تمام. وجدت زاويه 60 من بين هذه الزوايا، فاذا اصبح فاصبحت 60 60 60 مثلث متساوي الاضلاع. نعم تمام. فصار عندي هلا هون اي سي بي، لاحظوا هون اي سي بي هي نفس الزاويه هي السي اللي موجوده عندي اياها، فهي كمان قياسها قدام 60 درجه. نعم تمام. هذا بناء على شو؟ مثلث متساوي الاضلاع. نعم. هلا سي بي اي هذا المثلث رح اكمل لك اياه. تمام. هلا بنلاحظ المثلث اي اي سي، لاحظنا هذا المثلث احد اضلاعه هو قطر في دائره، معناتها هذا المثلث شو بده يكون؟ قائم الزاويه في اي، احد زواياه 60 درجه، معناتها اكيد هاي الزاويه بدها تكون 30 درجه. نعم تمام. احسب هلا احسب قياس الزاويه المماسيه، مين هي الزاويه المماسيه الموجوده عندي؟ بس بدايه اتذكر فيك توصلي من بي لاي فقط مشان نوضح انه ايه وصلت انا. تمام. وبالتالي الزاويه بي اصبحت عندنا 30 درجه، لانه طبعا اصبح لدينا المثلث بي اي سي مثلث قام فيه زاويه 60، فالزاويه الحاده الاخرى هي 30 درجه. نعم واضح واضح. تمام بس طيب. ايه احسب قياس الزاويه المماسيه، لاحظوا سي هيك سي اي دي احد اضلاع هذه الزاويه هي مماس، معناتها هي زاويه مماسيه، والضلع الثاني هو وتر. لاحظوا هلا هي الزاويه المماسيه تحصر القوس، اي قوس؟ اي سي. رح نبحث عن زاويه ثانيه تحصر نفس القوس لنشوف. في عندنا زاويتين، في عندي زاويه مركزيه يلي هي اي اي سي تحصر هذا القوس، وعندي زاويه محيطيه ايضا الزاويه مين؟ اي بي سي. تمام. فيني اناقش بالحاله المركزيه او بالحاله المحيطيه. طبعا ما دام نحن حصلنا على المحيطيه فيفضل مناقشتها مع المحيطيه. فبقول هلا المماسيه هي نفسها قياس الزاويه المحيطيه اللي بتشترك معها بنفس القوس، معناتها الزاويه سي اي دي ايضا تساوي 30 درجه، بنقول هي الزاويه ايضا 30 درجه. تمام. اذا اصبحت زاويه مماسيه تشترك مع زاويه محيطيه بالقوس ذاته فهما متساويتان بالقياس، وما دام هذيك 30 فهي 30 درجة. والثاني بقي عندي زاويه بي سي ام. هلا بي سي ام هم مش لاحظ ان المماس هون عندي نصف قطر، فالمماس عمودي على نصف القطر عند نقطه التماس، معناتها هي الزاويه بدها تكون قياسها 90 درجه. او بقول بناحيه ثانيه انه بي سي ام هو زاويه مماسيه تقابل نصف قوس الدائره، مع قياسها قديش بيكون 90 درجة. إذا فينا بالطريقتين. طبعا معتاد طالبنا على أنه AC هو نصف قطر، وبالتالي المماس عمودي على نصف القطر في نقطة التماس وهي التي هي C، فلذلك قياسها تساوي 90 درجة. تمام. كمان كان فينا إذا سألنا سؤال ECM، ما دام أصبحت لدينا زاوية ACM عندنا 90 و ECA 60، فكان في اجماع نقول اجماع 90 درجة 150 درجة. تمام. وبالتالي صار اي سي ام قياسها يساوي
إذا أضيف الطلبات، إذا ممكن نضيف كثير طلبات على هذه المسألة مثل هذا الموضوع، كمان ممكن نحط عليها أطوال أضلاع بحيث أنه نصير نحسب أطوال أضلاع المثلث، نسب مثلثية وما شابه. تمام، فينا ننتقل لمسألة بالصفحة 67 على الكتاب القديم. نعم، تبع الزاوية الداخلية في دائرة كثير هون عم يجينا أسئلة عليها. نعم، وتساؤلات كثير انطلبت منا. تمام، راح نحكيها ناخذها بس كمان على الكمبيوتر عشان تشوف الرسمة أوضح. تمام، الـ A و B و C و D أربع نقاط من دائرة، مركز هذه مركزها O، B O C زاوية مركزية قياسها 50 و D O E 120 و B E و D C متقاطعان في E. احسب قياس الزاوية D A E. نلاحظ أن D A E زاوية داخلية في الدائرة، يعني شو زاوية داخلية في الدائرة؟ هي الزاوية التي يقع رأسها داخل الدائرة و ضلعها وتران في تلك الدائرة. تمام، إذا خلينا نقول إذا تقاطع وتران في دائرة، نقطة التقاطع حسكن عنها زاوية داخلية لا تقع على المركز. تمام، واكتب نصا بحساب قياس الزاوية الداخلية في الدائرة، يعني نستنتج هذا الشيء. نعم، A B C D رباعي دائري، لأن الزاويتين A و C يساوي 180 درجة. هي اللي بعدها كأنها هي اللي بعدها بس ترجع ما ترجع. لا، فينا ناخذها بس بشكل عام، خلينا نحاول نحلها. كان المحط الحالي هون. تمام، بلا بلا بس هي بس الملاحظة المعلومة اللي نحن بدنا نحصل عليها، اللي هو اكتب النص لحساب قياس الزاوية الداخلية، وهي اللي كثير بتهمنا، طلابنا عم يسألوا عنها. تمام، خلينا ممكن نكتبها على الأوفر هيد. خلينا ناخذها مباشرة على الحال. أول شيء خلينا نحلها بشكل عام. ما دام عندنا دي او اي دي بكتب اول شيء انا. دي او اي تساوي تساوي 120 نعم، وعندي دي اي وبي اي متقاطعان في اي في اي دي اي مو دي اي دي سي دي سي نعم دي سي عفوا متقاطعان في اي بي اي هلا طالب قياس الزاوية الداخلية اللي هي دي اي اي هلا دي اي اي ما عندي اياها راح ناخذها بشكل ناخذ القوس نعم نصلي لها خلينا نقول دي اي نعم دي اي اي تساوي اي تساوي مجموع مجموع مين القوسين دي سي زائد دي اي على 2 قديش قياس القوس بي سي 50 ودي اي 120 على 2 راح يطلع معي 170 على 2 ويساوي 85 درجة. تمام، هلا فقط لحساب القياس الزاوية دي اي اي دي اي اي هلا فينا ممكن طريقة ثانية زاويتين تمام فينا نعتمد عليها فقط قبل ما نحاول نحلها مجموع القوسين على 2 او لا هلا قلنا نكتب نصا بحساب القياس ولا يجب ان نكون برهناها قبل ما نحاول نحلها فقط في عندنا اتصال من حسن من طرطوس ابني حسن الو يعطيك العافيه استاذ الله يعافيك هلا يا حسن تفضل استاذ هلا اذا نحن عندنا بالكتاب انه من نقطه خارج دائره نعم يمكن رسم مسان للدائره نعم ويكون يكونا متساويان في الطول نعم نحن لازم نثبت هي الخاصة ولا ممكن نحن نستعملها مجرد وجود مماس نقول انه الثاني الاجباري بيكون مماس لا هلا اذا كانوا انا نحكي العكس هلا اذا رسمنا مماسين من نقطة خارج دائرة فهن متساويان في الطول بس اذا تساووا بالطول هل هما مماسان ليس بالضرورة يعني انا في عندي مشكلة بهذا الموضوع انه هل بالضرورة اذا كانوا متساويين بالطول هو مماسين فيجب اثباتها هلا العكس انا لا ما عندي العكس لهذه المسألة أو لهذه المبرهنة. هلا حسن؟ أه؟ إيه قل لي بعد في عندك شيء سؤال؟ إيه سؤال ثاني، إذا تقاطع وتران على محيط الدائرة لا يشكلان زاوية داخلية، هي بتكون زاوية محيطية طبعا بتصير زاوية محيطية إجباري. تسلموا أستاذ. على عيني حبيبي.
هلا فينا نكفي حل فقط الطلب الاول؟ ممكن نحله بالتفصيل الطلب الاول. تفضلي، بس نحن دغري اخذنا النتيجه انه ممكن طالب كمان يستعمله. هلا يعني ايوه غير برهان، انا هذا اللي بدي اصل له، انه ممكن طالب لم تطلب بمسألي واحتاجها اي نص في مسألي اذا احتاجها فينا نطبق مباشره. كثير بتصعب الطلاب انه كيفيه اثباتها وكذا، ممكن للطالب انه يتجاوزها ويستعمل فورا مجموع قوسين. فينا نكتب الحل، فينا الحل. يلا يا صديقي، الحل تبع الزاوية المركزية، تبع الزاوية الداخلية. يلا خلينا نكتبها. بدنا لك اياها بس دقيقة. خلينا رح نرجع على العرض. بدك تحطي الرسمة؟ حطي الرسمة او خليها على اللابتوب الرسمة محطوطة وبنكتب كتابة. يلا خلينا على الرسمة. لا الرسمة واضحة هلا بالنسبة لطلابنا ومعروفة. طيب. بالصفحة. نعم. هلا عندي نرسم الوتر بي دي، نكتبها بعد اذنك. نرسم الوتر بي دي فتكون الزاوية الخارجية بي اي اي في المثلث اي بي اي دي. نعم، في خارجية في المثلث اي بي دي. اذا اي دي اي اي دي يساوي مجموع الزاويتين، الزاوية دي اي اي يساوي مجموع الزاويتين DBE زائد BDC. BDC تمام. ولدينا أيضا الزاوية المحيطية DBE. نعم. تشترك مع المركزية DOE بالقوس. DE بالقوس DE. DBE و. نعم. DOE. نعم. DOE. DOE. إذا DBE و DOE. أيوة. إذا دي بي اي تساوي نص دي او اي وتساوي نص نص ضرب 120 60 درجه، او نص او 120 على 2. تمام، 60 درجه. هلا عندي الزاويه، اذا حصلنا اول زاويه في المثلث المطلوبه اللي هي 60 درجه، اللي هي الزاويه دي بي اي تساوي 60 درجه، هي نفسها دي بي اي. هلا ايضا لدي الزاويه المحيطيه بي دي سي تشترك دي بي سي دي بي دي سي بي دي سي زاويه محيطيه تشترك مع المركزيه اللي هي بي او سي. بي او سي بالقوس بي سي معناتها زاويه بي دي سي ايضا تساوي نصف المركزية، يعني 50 على 2 25 درجة. هلا بنعوض هدول التنتين اللي لقيناهم في أول وحدة، بنحصل على دي اي اي تساوي مجموع الزاويتين 60 زائد 25. تبيها تمام قديش طلعت؟ 85 درجة صار عنا. كتبتيهم؟ هدول ايه ماشي ماشي. هلا اذا صار دي اي اي حاصل مجموع الزاوية 60 زائد 25 60 زائد 25 ويساوي 85 درجة. هلا بنكتب هدول العلاقتين بالشكل التالي دي اي اي تساوي نص دي او اي زائد بي او سي كثير من قوسين. تمام زائد بي او سي زاويتين مركزيتين. تمام تمام. اي ان هون بقى النتيجه اللي انا بدي احصل عليها قياس الزاويه الداخليه في دائره يساوي نصف مجموع قياسي الزاويتين المركزيتين المقابلتين للقوسين المحددتين بضلعي المحددتين بضلعي الزاوية الداخلية وبامتداديهما. فنحن انه هي شوي طويلة على طالبنا، عشان هيك اعطيتهم دغري انا. تمام. هلا في طلاب في مسألة انه الزاوية الخارجية بجوز ما تخطر بباله. تمام. كان ممكن يحسب الزاوية دي اي بي عن طريق انه مجموع زوايا مثلث 180 درجة وشيلها منه ويرجع بالتالي يقدر يحسب انه زاويه البقت، لانه بي واي واي على استقامه واحده. ما دام عرفنا الاولى فاستطعتنا معرفه الثانيه. هلا طلابنا عندهم اكثر من طريقه، يعني ممكن هن شو ارتاحوا شو بيرتقوا شو بيلاحظوا.
تمام رح يصلوا للنتيجة تمام. المطلوبة. في بالعودة لمسألة 17 فينا بس نذكر المباراة اللي حكاها طلب منا حسن عنا انه المماسين من خارج دائرة فينا بس نذكر النص فقط ل خلينا ناخذه عن طريق الكتاب اذا موجود زاوية المماسين اي صفحة بس هو السؤال جديد مو موجود القديم لا موجود على جديد اضافة جديدة ايه نعم شو كان سؤاله بس انه المماسين مرسومة من نقطة خارج دائرة في مسألة عليها هي التمرين تمام فقط لأنه في بعض الكتب غير موجود فيها هذه المسألة المسألة الأخرانية إذا موجودة رح نشوف تمرين على طلبه يعني نشوف كيف هي ثلاثة ولا ده هي رقم ثلاثة بيتدرب مو موجودة طيب أنا ما عندي إياه الكتاب الجديد القديم هذا بس شو سؤاله انه من نقطة خارج, نقطة خارج دائرة هل دائرة؟ يمكن استخدام اذا كانوا الطولين متساويين هل يمكن استخدامها انه كمبرهن العكس يعني هل يمكن تمديد الموضوع وجعلها الى مبرهن عكس نقول اذا كان احد اذا واحد بيناتهم كان ماس نقدر نطبق الثاني يكون اي ماس فينا يمكن يكون مثلا انه هلا فينا نذكر انه اذا كان متساويين في الطول هو مماس لا يجب برهان الزاويه 90 درجه لا 90 اي فبيحاول اثبات عن طريق تطابق المثلثات لانه هي طبعا صحيحه لكن المساله اذا قطعها بنقطه واحده وكان الطول يساويها فهي اكيد مماس ولكن يجب اثباتها عن طريق تطابق المثلثات اذا يوصل من راس الزاويه الى مركز الدائره هيطلع عنده مثلث قائم المثلث القائم الاول راح يطابق مع مثلث لتطابق ثلاث اضلاع وبالتالي صار عند الزاويه الثانيه قائم وبالتالي هو مماس اذا هاي الطريقه لازم اثباتها لانه نحن لم نذكر نص اخر لانه اذا كان مساويين بالطول فهو مماس فقط لهذه الفكره تمام وفي نقول استاذ اذا كان احد من بيناتنا اثبتنا انه مماس تساوي إيه؟ كان هو عمودي فتكون اذا كان عمودي خالص اذا كان عمودي خالص بس اذا جينا بدنا انه هل هو مماس واذا كانت يعتمد على فكره تطابق المثلثات لاثبات ان الزاويه قائمه لان ما ذكرنا نحن انه العكس صحيح صح انه اذا كان تساوي بالطول فمعناته هو مماس تمام وهي المساله المهمه هون انه ليس بالضروره ذلك يعني ممكن يكونوا قاطعين متساويين بالطول وليس مماس بس شرط يكون عمودين على نفس القطر نعم تمام فاذا يجب الانتباه لهذا الموضوع ابني خصوصا انه الفكره قد يكون عممها احد المدرسين او كذا يمكنك استخدام في بعض المسائل ولكن يفضل انه دائما اثباتها عن طريق انه الزاويه قائمه. طبعا شرفنا على نهايه الندوه ونشكر لكم متابعتكم ونشكر ضيوف الندوه الانسة رحاب غره شكرا لك. اهلا وسهلا. انسة ضلال موسى شكرا لك وشكرا للكادر التربوي كافه.